أثر بعد عين. هكذا أصبح جسر السلام أهم وأكبر الجسور في محافظة شبوة. وهكذا هي نتائج حرب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح التي قلبت الدمار لكل شيء. فهذا الجسر كان من ضمن أهداف طيران التحالف العربي بعد وصول الميليشيا إلى مشارف مديرية حبان أثناء احتلالها للمحافظة. جسر السلام من أهم الجسور في محافظة شبوة، تأسس في عام 1974، يربط ما بين محافظات شبوة وعدن وشبوة وحضرموت، ومن أهم الجسور الذي في محافظة شبوة. معاناة كبيرة يتجرعها المسافرون هنا بعد تدمير الجسر، وليس أمام سالكي هذا الطريق إلا السير في أماكن وعرة. على الرغم من أهمية هذا الطريق وحيويته، فهو يربط محافظة شبوة بعدة محافظات أخرى. من فوق 8 شهور وهو زي ما هو، وتعاني منه الناس كثير بالنسبة لأصحاب السيارات. بعدين هذا خط رسمي، هذا يعني دولي يعتبر خط عدن، وهذا ما فيه. تعاني الناس يعني متعبانة الناس صراحة. يبدو أن الانتظار سيطول حتى إعادة ترميم جسر السلام، فالجهات المعنية في المحافظة ما تزال هي الأخرى تنتظر ردا من الهلال الأحمر الإماراتي الذي تكفل بإعادة ترميم الجسر. طبعا كل كلفنا مختص بجسور الأنفاق، وصمم الجسر تصاميمه مكتملة، ومنتظرين دعوتهم كما وعدونا الأخوة في الهلال الأحمر. وآخر كان لقاء لنا معهم في نهاية ديسمبر العام الماضي، على أنهم سيدعونا في مطلع يناير بعد استلامهم للموازنة. اسمه جسر السلام، لكنه لم يسلم في زمن الميليشيات التي تسببت في تدميره إلى جانب عشرات من الجسور والبنية التحتية في عرض البلاد وطولها، ومن محافظة شبوة إلى واحدة من المحافظات التي نالها نصيب من الحرب. من مديرية حبان لقناة بلقيس، إبراهيم حيدر.